رياضة. والسؤال هو في أي رياضة قتالية يحترف البطل المصري علي الصاوي؟ بطل مصري تأهل لطوكيو 2021 ووصل للتصنيف الأول عالمياً. ملاكمة؟ ملاكمة؟ إجابة خاطئة، مش ملاكمة. كاراتيه؟ ذهبية بطولة إفريقيا في رواندا وكسب لاعب السنغال 8-0 في الكاراتيه. إجابة صحيحة، برافو عليك يا علاء. الكاراتيه الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 5. الحمد لله طلعنا فوق. خرج الله. 5 كلية البنات، اتفضلوا.